شكر الله سعيكم. عظم الله أجركم. شكر الله سعيكم. عظم الله أجركم. شكر الله سعيكم. 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 عظم الله أجركم. شكر الله سعيكم. زملائي المحابيس، نبدأ حفلنا التأبيني هذا بكلمة زملاء حفيد الفقيدة يلقيها عليكم الزميل زبيد الصخري، فليتفضل. لا وألف لا، إنها ليست مناسبة أليمة، بل إنها مناسبة الألم، إنها ألم المناسبة، إنها مناسبة للحزن، بل إنها الحزن للمناسبة. لماذا؟ لأن الفقيدة ليست تيتته وحده، بل إنها تيتتنا جميعا، إنها تيتة الحكم الذاتي. نحن كلنا على خطأ. لماذا؟ لأننا نتمنى حياة باقية. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. والسلام. مرثية لشاعر القاووش الزميل لؤز الأول، فليتفضل. أبا عنتر تقبل منا العزاء، فالأرض أرض والسماء سماء، أين تيتتك؟ أين منها الخنساء؟ أين منها خولة ومدام كوري والزباء؟ رحلت رحلت، فهذه الدنيا قاووش فناء. أبشري أبشري. شو اسم المرحومة؟ مهتاب. شو؟ مهتاب. أبشري مهتاب. لك أبي ينكسر البيت، ما إلها اسم تاني؟ أم عزيز. أم عزيز. أم عزيز. ها؟ أبشري أم عزيز، لك الخلد ولله البقاء. كلمة آل الفقيدة يلقيها عليكم حفيد الفقيدة، فليتفضل. بوركتم بوركتم يا زملائي، بورك صمودكم في هذا القاووش. إننا لن نرضخ للاستعمار، لذلك يجب علينا أن تبقى عيوننا مفتحة، بل مفنجرة على منعطفات التاريخ وتاريخ المنعطفات. إنهم يزرعون العقبات في طريقنا كما يزرعون الطرق في عقباتنا، ولكننا ساهرون. والسلام. الله
اللهم تغمد الفقيدة برحمتك. آمين. اللهم إن فعلت خيرا فاجزها خيرا. آمين. وإن فعلت شرا فسامحها وسامحنا. آمين. وعلى روحها وروح من سبقنا من المؤمنين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لك طول بالك معلم، طول بالك، كلنا على الطريق. لك انا ما عم ابكي على ستي،